ومثل ما تشوفين دخلت تاتشز من الكريستالز وياه بحيث يعني ظهر لك بهالطريقه اللي انت شفتيها. الكتافيات ثمانينات، الاكسسوارات رجعت، والكتافيات بالضبط، والكتافيات همين رجعت. الكتافيات في كل يعني باللبس الكاجوال ولا بس في بدلات السهرة يعني مثل هذا؟ لا بالعكس، يعني فساتين السهرة نقدر ندخل عليها الكتافيات بس بطريقة ناعمة، يعني مو بالطريقة اللي مثل ما ممكن تحطيها بجاكيت. أكيد. أنت صار في هذا المجال أكثر من 5 أو 9 سنين؟ أنا صار لي بهالمجال من 9 سنين، وإذا أقدر أقول لك همين يعني أنا احترفت من 9 سنين، بس فعلا أنا المجال هذا أعشقه من أنا عمري 4 سنين. يعني كنت كثير صغيرة وما حسيت على نفسي إلو يعني اتجاهاتي دائما لهالاتجاهات الفاشن والأزياء والابتكارات والكرييشن. دائما كنت أشوف نفسي يعني الأطفال ممكن كلهم يلعبون بس أنا كنت الوحيدة اللي أقعد ألبس اللعابات مالتي، أسوي لهم اكسسوارات، ممكن ملابس بسيطة على قد إمكانياتي الصغيرة. بس هي هاي فعلا ميولي من أنا صغيرة، والحمد لله والشكر أنه كبر الحلم، وكبر الحلم يعني ودا أشوفه قدام عيني دا يكبر يوم بعد يوم، وهذا الشيء عظيم جدا. حلو أنه نشوف في هذا الفاشن شو أنه ركن يحمل توقيع مصممة اكسسوار عراقية. الحمد لله، يعني إن شاء الله ننجح بهالتقديم هذا. طيب اليوم الاكسسوارات رجعت بقوة إلى الواجهة. هي طبعا هذه قضية الاكسسوارات هذه يعني قضية قديمة، يعني من الأزل المرأة تحب تلبس اكسسوارات، تحب تلبس مجوهرات. الأنواع اللي استعملها أنا هي أغلبها أحجار كريمة، ما استعمل ذهب عشان ننزل شوية من الكلفة للزبونة، بس بنفس الوقت تنطيها أهمية أنه يعني حتى من أستعمل أحجار كريمة أستعمل معها ذهب مطلي. يعني هذه مثلا أحجار، هذه الروز كوارتز يسموها، هذه روتيليتد كوارتز، أستعمل جلد الحية مثلا، أضيف لها نوع من الفخامة. يعني صح هي مو ذهب أصلي زين، بس الديزاين راح يضيف لها قيمة أكثر مما لو كانت بس ذهب أصلي وديزاين بسيط. يعني أنت دائما مع زينا زكي؟ أنا مع زينا زكي أشتغل معها، المصممة زينا زكي معروفة طبعا، وأنا إلي شرف أن استعملت قطع المجوهرات مالتي مع الكولكشن مالتها الجديدة على الدراسز. اكسسوار العروس وأيضا تشتغلي اكسسوار العروس؟ اشتغل حسب الطلب، لان تعرفين الملابس اللي يسووها عاده حسب الطلب، كل عروسه تحب انه تكون لها التصميم الخاص بها، فنفس الشكل احاول انه يعني ارهم المجوهرات مع قطعه الملابس اللي راح تلبسها. يعني صباح شكرا جزيلا، وان شاء الله نشوفك في استوديو ظهيره الجمعه. شكرا ان شاء الله. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I your